فالشيطان اعلن صراحه العداوه لك فانت اين اعلانك لعداوه الشيطان يعني حينما تستعيذ بالله اعلان لعداوه الشيطان حينما تستجير بالله من الشيطان اعلان لعداوه الشيطان حينما لا تتبع خطوات الشيطان اعلان لعداوه الشيطان حينما تجاهد الشيطان وتجاهد وسوسته اعلان لعداوه الشيطان حينما تقرا الايات التي تجيرك وتعيذك من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس كسوره الناس و وهذه الآيات مثلا فأنت تعلن عداوتك صراحة للشيطان. إذا يا أحباب الكرام، الصورة الثانية من صور لاتخاذ المحمود الذي ذكره القرآن الكريم أن نتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه صورة الصورة, الصورة الثالثة من صور لاتخاذ المحمود سبحان الله العظيم أن تجعل لك تذكرة يعني بعض الناس بيعمل منبه لماذا تعمل هذا منبه فائدة أنه يوقظك ينبهك يذكرك بشيء طب جميل أوي أنك اتخذت فيما يعني ينفعك في مصالحك الدنيوية وارتباطاتك الحياتية أن تتخذ شيئا ينبهك يذكرك وما إلى ذلك لكن أين المنبه الذي تضبطه لينبهك ويذكرك بحقائق الدين وحقائق الايمان وحقائق الاخره وحقائق القران وحقائق الاسلام وحقائق السنه اين هذا المنبه اين هذه التذكره لذلك القران الكريم يعني يؤكد بصيغه التاكيد بعد ان تحدث عن ايات في كثير من القران الكريم منها على سبيل المثال مثلا سوره المزمل ثم علق القران الكريم تعليقا وتعقيبا فريدا من نوعه استحق الوقوف امامه والتامل له كثيرا وهي قول الله سبحانه وتعالى الايه الكريمه ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا إن هذه تذكرة، هذه السورة أو هذه الآيات أو هذه المذكرات في السورة أو هذه المنبهات تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إذا حينما تقرأ هذه الآية لابد أن تتخذ لك تذكرة، اجعل التذكرة مثلا في مصحفك اجعله تذكرة، الورد اليومي للقراءة اجعله تذكرة. بعض الناس في برامج الان بتنزل على التليفون يعني كل فتره من الفترات كل نصف ساعه ربع ساعه تذكرك مثلا بتسبيح بتذكير بتهليل بصلاه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكر بدعاء بايه قرانيه وهكذا اذا اجعل لنفسك مذكرا يذكرك بالله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسك تذكره هذه التذكره قد تكون صاحبا صديقا صادقا قد تكون كتابا قد تكون شيخا قد تكون صحبة طيبة قد تكون آية جليلة قد تكون زوجك قد تكون أبناء يعني قد يكون ورقة قد يكون كتابة أي شيء المهم يا أخي الكريم حينما تقرأ هذه الآية إن هذه تذكرة، اتخذ لنفسك تذكرة، شيء يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك بالآخرة، يذكرك بالله سبحانه، يذكرك بالواجبات، يذكرك بأداء الصلوات، بأداء السنن والرواتب والنوافل، يذكرك بصوم التطوع وما إلى ذلك، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذا هذه أيضاً من الاتخاذ المحمود الذي ذكره القرآن الكريم من الاتخاذ المحمود أيضا آية كلنا نقرأها ونعرفها لكن تحتاج إلى مزيد تأمل وهي قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هذا امر من الله سبحانه وتعالى وفاق راى على الاخبار واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حينما اقرا هذه الايه واتذكر ان لها يعني تداعيات في النزول وملابسات للنزول حينما يعني وهي من انواع علوم القران التي ذكرها السيوطي وغيره فيما نزل بلسان بعض الصحابة هذه الآية نزلت بلسان سيدنا عمر يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى يعني يقصد بعد الطواف وبعد أداء الطواف نصلي ركعتين وراء المقام وراء مقام سيدنا إبراهيم فما كان من القرآن إلا أن نزل وحي السماء جبريل بلسان سيدنا عمر ونزلت هذه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى